أسعدك الله شيخنا. يقول هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم. رجال إذا نتكلم يقول بيت شعر سمعته وأنا جاي ونسيته الآن. يقول هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي، واحفظ وصية أحمد في صحبه، واقطع لأجلهم لسان المفسد. هم كالعيون ومسها إتلافها، إياك أن تؤذي العيون بمرود. ما سبهم إلا حقير تأفه، نذل يشوههم بحقد أسود. لغبار أقدام الصحابة في الردى أغلى وأعلى من جبين الأبعد. الله والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولا قلت سحقا يا يدي. من غيرهم شهد المشاهد كلها؟ من هم اللي كانوا مع الرسول؟ من هم اللي نقل لنا هذا الدين؟ من هو اللي علمنا بأحكام وأقوال وأفعال الرسول؟ من غير الصحابة؟ من غيرهم شهد المشاهد كلها؟ بل من يشابههم بحسن تعبدي؟ شهدوا نزول الوحي، بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحدي. فالله زكاهم وأعلى ذكرهم وأحلهم في الدين أعلى مقعدي. يا سلام، رضي الله عنهم وشكر الله لكم وبيض الله. رضي الله عنك وعنكم جميعا وأسعدك. الله يسعدك وعنكم جميعا. اليوم الشيخ عندنا قائمة تبرعات، بنقول على السريع ثم بتوزع.